السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار الرياضة من التلفزيون الجزائري، أهلا ومرحبا بكم. بداية، يواجه المنتخب الوطني للاعبين المحليين سهرة اليوم نظيره منتخب الطوغو في المباراة الودية الثانية بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبوليدة بداية من الساعة 10 ليلا. وتعد هذه المواجهة هي الثانية بعد الأولى التي فاز فيها الخضر بهدف دون رد الخميس الماضي ضمن المعسكر الإعدادي المقام بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى. وقد ضبط المدرب مجيد بوغرة تشكيلته تحسبا لهذه المباراة بحصة تدريبية أخيرة حاول من خلالها تصحيح الاختلالات والنقائص التي ميزت المواجهة الودية الأولى. هذا وعبر لاعبو المنتخب الوطني عن جهوزيتهم لتحقيق الفوز بالنتيجة والأداء وعزمهم على تصحيح الاختلالات. واحنا نخدموا مع لونترينير باش نحضروا المباراه الثانيه تاعنا ونقدرنا نفوزوا في المباراه الاولى، وان شاء الله ثاني غدا ان شاء الله نحققوا انتصار تاعنا الثاني ان شاء الله. كنت منتخب الطوغو مختلف، منتخب الطوغو منتخب جيد يعرفوا يلعبوا بالون. حنا نخدموا مع المدرب هنا في لونترينمون ونشناهم في لي فيديو كاع باش شنا الخصائص تاعهم في اللعب ونقاط القوه ونقاط الضعف تاعهم. ان شاء الله حنا غادي نقدر ان شاء الله غدا ان شاء الله باش نحققوا انتصار ثاني تاعنا توالي عليه ان شاء الله. Prépare une autre compétition avec des nouveaux joueurs. On essaie d'avoir plus de cohésion entre nous. On essaie d'être toujours les meilleurs. Alhamdulillah, on a gagné 1-0, mais on va essayer d'apprendre de ce match pour les matchs prochains. ان شاء الله نزيدو نفوزو المباراة الثانية اللي مش حتكون سهلة، تكون صعيبة على المباراة الأولى. ان شاء الله نفوزو بها ونلعبو خير من المباراة الأولى ونقدمو كاع واش عندنا باش نفوزو بهاد المباراة ان شاء الله. بالتوفيق للمنتخب الوطني. حدد المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم 17 أفريل لعقد اجتماعه الشهري، وحسب ما أورده الموقع الرسمي للفاف سيتناول الاجتماع عدة نقاط أبرزها تنظيم الجمعيتين العامتين العادية والانتخابية. إلى بطولة الرابطة المحترفة، حيث حقق فريق مولودية وهران فوزا ثمينا على مستضيفه وفاق سطيف بهدف دون مقابل في المباراة المؤجلة عن الجولة 21 والتي احتضنها ملعب 8 ماي بسطيف. نتابع أهم لحظات المباراة التي علق عليها محمد صالح بوسكر. ثاني ركنية للوفاق في تنفيذها دائما القائد أكرم جانيت، هذه المرة هل سيضعها في القائم الأول أو في منطقة الجزاء؟ أكرم جانيت وكرته الثابتة ثم على مشارف منطقة العمليات سديدها، ولكن بطريقة سيدة وسهلة سيئة وسهلة لدفاع فريق من بعيد، ولكن بعيدة تماما. سديدة كانت قوية من محمد زيتي. هذه المرة ما كانش وضع التسلل يلحق عليها اللاعب، ينتظر صعود زملاءه، ينتظر الصعود، ينتظر لمن سيوزع الكرة، الضغط عليه، مراوغة ممتازة رائعة. هذه التمريرة وهذه التسديدة كانت رائعة جدا. في هذه الصورة زيتي يصعد كثير على غرار أيضا فرحاني على الجهة اليسرى من دفاع الوفاق، والقروي دعت منه هذه الكرة، يفتكها اللاعب سيام، ينطلق سيام داخل منطقة العملية، بعوله فرصة تضيع على المولودية وتألق من خديرية ويبعد الكرة بعد خطأ من الدفاع، ينفرد سيام، ينطلق، يتوغل، ينفرد بالحارس خدير، يتحرك بطريقة وبكيفية رائعة. الانطلاقة من شوطي محاولة جديدة ممتازة إلى 5 أمتار و50. زيتي يلعب كرته لقراوي، هل سيسدد؟ لا، يفضل التريث، يلعبها قصيرة مع رفيقه. تسديد هذه المرة جانبية، تم استدعاء من طرف المدرب رضا بندريس. سنشاهد بعض لحظات تحضيرات أو استعدادات جابوا للدخول بن عياد، ومحاولة وكرة صعبة، تسديدة قوية جانبية، تسديدة بعيدة عن الإطار من فرحاني. هذه المرة فريقه في هجوم خاطف وسريع، تصل الكرة على الجهة اليمنى، الجهة اليسرى عفوا للوفاق. فيها الخطورة، المحاولة الهجومية متواصلة، محاولة المرور عن طريق جانيت، هي كرة ناحية رفيقه، هل يلحق عليها؟ هل سيسدد زيتي؟
كرة فوق الإطار، زيتي وكرة قروي فوق الإطار لمولودية وهران، انطلاقة من جانب المولودية عن طريق قنينة، ياسين ينطلق، يحط كرة ناحية رفيق ناحية السياب، السياب تعود ترجع جانبية بنوة سدد أو شرطي هو الذي سدد في بطولة هذا الموسم. ثم الانطلاقة من مكاوي، انطلق مكاوي، الصيام طلب الكرة، مكاوي، مكاوي هل يبحث عن المراوغة، سدد في القائم الثاني ناحية رفيقه، هل يلحق عليها صيام؟ بالفعل الحق عليها، روض كرته قبل خروجها، يلعب كرة مع رفيقه، يسعد رفيقه، هل ستكون العرضية؟ الكرة موجودة، العرضية وخضيرية بقوة، الكرة إلى أين؟ مرة أخرى الدفاع الوفاق يعاني، التمريرات المحاولات مستمرة والتسديدات متواصلة، والهدف الأول، والهدف الأول لمولودية وهران في القائم الثاني، بعيد عن كل مضايقة، جعبوط عادل يتمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة ويفتح مجال التهديف في الدقيقة 74 من الشوط الثاني ومن المباراة، يتمكن جعبوط هاو الضغط المتواصل على دفاع الوفاق، كرة معادة من دفاع الوفاق في استرجاعها المدافع مكاوي في القائم الثاني، لا أعلم بالوفاق لمس الكرة قبل أن تصل لجعبوط، وجعبوط في القائم الثاني يفتح مجال التهديف، جابوا قريب له جاني، تحافظ على كرة جابوا بمراوغة، جاني توصل الكرة، رفيق انطلق على الجهة اليسرى، توصل الكرة ممتازة داخل منطقة العمل، هل ستكون مرفوعة؟ وإلى 5 أمتار و50، كرة مرفوعة وكرة من الحارس والحكم صوفي كمال والحارس. لحساب ذات الجولة، كان فريق شبيبة الصورة قد حقق الفوز بخماسية كاملة على ضيفه هلال شلغوم العيد في مباراة كانت الأخيرة للمدرب قيس اليعقوبي الذي غادر العارضة الفنية بالتراضي. ملخص المباراة في سياق تقرير أحمد جعطوط. شبيبة الصورة في اللقاء المتأخر لم تفوت فرصة الميدان باستقبالها لهلال شلغوم العيد المتقلب المشاكل والمتنقل إلى بشار بالفريق الرديف. البداية كانت لصاحب الأرض، تمريرة في العمق من حميدي وسعادي يفوت على الشبيبة فرصة لافتتاح النتيجة. بعدها في الدقيقة 13 تسديدة أدرار كرته فوق المرمى. نلعب الدقيقة 18، ضغط الشبيبة كلل بضربة جزاء بعد عرقلة حميدي، الحكم لم يتوانى في الإعلان عنها. المهاجم الحمري يتولى التنفيذ بنجاح مسجلا أول أهداف اللقاء. رد فعل شبان الهلال، مخالفة من بغدادي ودفاع الصورة يبعد الخطر. تتوالى محاولات الشبيبة وتسديدة سعادي جانبة المرمى. على وقع هدف دون رد ينتهي الشوط الأول. المرحلة الثانية، الشبيبة أخذت المبادرة وسيطرت على مجريات اللقاء. أول تهديد رأسية سعادي جانبت بقليل مرمى الحارس مدور. الضيوف لم يستغلوا الفرص القليلة المتاحة وتسديدة بوزغايا فوق المرمى. بعدها مباشرة في الدقيقة 49 بلطرش بعمل فردي من وسط الميدان يتوغل وبتسديدة أرضية يهز شباك الهلال للمرة الثانية. هدف ثاني فتح الشهية لرفقاء الحمري. المهاجم بلطرش بعد تلقيه كرة من حميدي يضيف الهدف الثالث لفريقه والثنائية له في اللقاء. كان ذلك في الدقيقة 60. أشبال يعقوبي وصل الضغط لتأتي الدقيقة 68. قايدي يوزع كرته تجد المدافع عمران في المكان المناسب. على مرتين يسجل رابع هدف اللقاء. رد محتشم للزوار ومخالفة مهال دون أي خطورة على مرمى الحارس مويات. الربع ساعة الأخير واقعية الشبيبة تتواصل بعد استلام كلي للهلال. الدقيقة 81 ركنية ملال، المدافع أبو بكر برأسية يبسم على خامس هدف المباراة. بخماسية تكون الشبيبة قد حققت الأهم وأضافت 3 نقاط للرصيد أعادتها للوصافة، وعمل كبير ينتظر الهلال لتجاوز الأزمة والخروج من منطقة الخطر. فيما يخص الديبلاسمون كون نقول لك دوك تحبس لا كونفيرونس لا دانيير مينوت عيطوا لنا باللي لازم الرديف هو اللي يمشي، هو اللي يمشي ونعطيك حاجه، الرديف ثاني كان ما يتدربش الفريق او الجزائريين يكون على باله كيفاش راهو يتخبط في المشاكل، ونظن المشاكل هذو كيما الجزائريين كل عندهم حلول
ونتمنى ان شاء الله الحل الوحيد اللي نحوسوا هنا يديروا لنا الفريق نتاعنا هذا. كان فريق واحد فوق ارضيه الميدان، فريق الخصم نتاع الرديف قدر يخلق صعوبات ويصبر الشيء اللي يقدر يصبره ويكافح حتى وين ماركينا سجلنا الهدف الاول، ومن بعد خلاص ناس ديبلاسات في البيس وفي رمضان ولحقوا اليوم كان حيكون الانهيار البدني للاعبين تاعنا استغلوه، وهذا يخلينا نحضروا اللي رحنا نحضروا به المقابله اللي هي مقابله كونتر شباب الوزداد اللي حتكون مقابله صعبه والتحضير تاعها بدا من اليوم. إلى بطولة القسم الثاني هواه، حيث حسم فريق مولودية البيض قمة الجولة 25 التي جمعته بمضيفه رائد القبة لصالحه بهدف وحيد، فوز قرب أبناء البيض من تحقيق الصعود وأنهى حلم الرائد قبل جولتين من الختام. سفيان مهني معه التفاصيل. لقاء لا يقبل قسمة على اثنين بين رائد القبة والمتصدر مولودية البيض، فالرائد لا يملك خيارا عدا الفوز إذا أراد الصعود إلى حاضرة الكبار، الأمر نفسه بالنسبة للمولودية. بداية المرحلة الأولى كانت سريعة من جانب الزوار، بن خير وجها لوجه مع الحارس لكنه تباطأ وفوت فرصة افتتاح باب التسجيل. أما أصحاب الأرض فغاب عنهم التركيز أمام تنظيم المحكم من طرف مولودية البيض. بعدها شعر الرائد بالخطر وحاول نقل الكرة إلى منطقة البيض عن طريق يحيى شريف، لكن رأسيته بين أحضان الحارس، ومن كرة ثابتة كاد يحيى شريف أن يفتتح مجال التهديف إلا أن الحارس بوزيان تألق في صدها. في المرحلة الثانية فرض رائد القبة ضغطا رهيبا على مرمى مولودية البيض، لكن يقظة الحارس والدفاع حالت دون التسجيل. أما المولودية فظلت تعتمد على الهجمات الخاطفة حتى خطفت هدفا من هجمة مرتدة سريعة عن طريق اللاعب بن ميلود الذي استقبل كرة بن خيرة التي ردها القائم ليودعها الشباك معلنا عن الهدف الأول. بعدها ضيع يحيى شريف فرصة معادلة النتيجة بهذه الرأسية الضعيفة، وفي الوقت الذي كان يبحث الرائد عن التعديل كاد بن خيرة أن يضيف الهدف الثاني لمولودية البيض. وفي التوالي الأخيرة من المواجهة يضيع قاسم هدف التعادل بعد تمريرة من يحيى شريف، لتنتهي المباراة بفوز ثمين لمولودية البيض الذي أبقاه في المرتبة الأولى، بينما تقلصت حظوظ رائد القبة في الصعود إلى الرابطة المحترفة. فيما يخص لها ثلاث نقاط، نقاط ثمينة وثمينة جدا نظرا اللي لعبنا مع منافس مباشر اللي كما يقولوا نوعا ما دوك كما يقولوا نسبة كبيرة غادي حظوظها تقل في مسألة الصعود، لكن مازال بقى خمس جولات مهمة اللي لازم نحققوا فيها نتائج ايجابيه ولازم نحصدوا اكبر عدد من النقاط، خاصه من المواجهه القادمه مع شباب تونشنت اللي يعتبر مواجه مباشر لنا تاع صعود القسم الاول ان شاء الله. حطينا كاع واش كان علينا، الحمد لله اللعابه تاعنا كاع كانوا واعيين بالمسؤوليه وكانوا دايرين في راسهم في رسانهم باللي ما يخرجوش بلاش في هذه المباراه، والحمد لله يا ربي كما قال لك بمجهود تاع الاداره الطاقم الفني اللاعبين الكل كان كما نقولوا حنايا وراء هذه النتيجه، والحمد لله يا ربي وان شاء الله مازال باقي كسموه. هذا وسينحصر التنافس في الجوله القادمه على ورقه الصعود بين مولوديه البيض ومنافسه المباشر شباب تيموشنت الذي فاز بدوره على غالي معسكر بهدفين مقابل هدف واحد، وقد حضر المباراة سيف الدين بالزردة. في مباراة غاب عنها الجمهور بسبب العقوبة، دخل شباب عين تيموشنت مواجهته أمام ضيفه غالي معسكر وعينه على الانفراد بالصدارة. أصحاب الأرض بادروا بالهجوم منذ البداية باحثين عن خطف هدف التقدم الذي جاء عند الدقيقة 15 عبر ضربة جزاء أعلنها الحكم عراب وسجلها متوسط الميدان عابد.
لاعبو الغالي حاولوا التدارك قبل نهاية الشوط ولكن دون جدوى، ليتجه الفريقان إلى غرف تغيير الملابس على وقع تفوق الشباب بهدف دون رد. بعد الاستراحة صارت المبادرة الهجومية مع السكرية مبادرة غابت عنها اللمسة الأخيرة، في حين كانت الفعالية حاضرة في محاولات المحليين الذين استفادوا من ضربة جزاء ثانية نجح بنتيبة عبرها في توسيع الفارق إلى هدفين، وكان ذلك عند الدقيقة 58. فارق سرعان ما تمكن الزوار من تقليصه عند الدقيقة 63 عن طريق رأسية بالرزوق التي استقرت في شباك الحارس خالدي. بعدها حاول بنتيبة تأمين التفوق ولكن كرته أصابت القائمة دون شباك، ليكتفي الشباب بهذه النتيجة ويحقق 3 نقاط ثمينة قبل المواجهة المقبلة التي تجمعه بشريكه في الصدارة فريق مولودية البيض. وضمن مجموعة وسط شرق استعاد اتحاد خنشلة صدارته إثر فوزه على الرائد السابق ومنافسه المباشر شباب برج منايل ب3 أهداف مقابل هدفين بعد مقابلة مثيرة. سفيان عجرود. الأنظار كانت مشدودة صوب ملعب حمام عمار خنشلة الذي احتضن قمة الموسم بين الرائد والملاحق المباشر بمدرجات مكتظة على آخرها، خاصة بعد افتتاح المدر الشمالي لأول مرة هذا الموسم. عناصر الاتحاد الخنشلي دخلوا مباشرة نحو الهجوم، وأول فرصة كانت في الدقيقة الثانية فتحة ناحية غضبان الذي يروض الكرة يسدد ترتد، وزياد يتابع الكرة برأسية جانبت القائم الأيسر. دقيقتين بعد مخالفة مباشرة لصالح أصحاب الدار زياد ينفذ والدفاع يحول الكرة للركنية. نلعب الدقيقة 8، الاتحاد الخنشلي يستفيد من ركلة جزاء نفذها القائد سامير بإحكام مفتتحا النتيجة. رد زوار جاء سريعا حيث قاد باشا هجمة مرتدة وتسديدة قوية ردتها العارضة الأفقية، متابعة من لاعب برج منايل يفتح وباشا برأسية محكمة يعدل النتيجة. كان هذا في الدقيقة 16. لاعبو برج منايل اعتمدوا على الهجمات العكسية التي قادها صانع الألعاب زاوش، أين كان وجها لوجه والحارس بولصنام الذي أنقذ الموقف. نلعب الدقيقة 38، ركنية منفذة بإحكام ورأسية بوزيان يردها القائم. ضغط أصحاب الدار كلل بالهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد كرة مليمترية من زياد وبوزيان برأسية محكمة يضعها في الشباك، ليصفر الحكم نهاية الشوط الأول بنتيجة 2-2 لصالح اتحاد خنشلة. الشوط الثاني دخله عناصر سيسكا وبنية المحافظة على التقدم المسجل، وأول فرصة كانت من المهاجم بايزيد والكرة تعلو العارضة الأفقية للحارس سعود. بعدها قاد المايسترو عثماني هجمة منسقة وتبادل كروي يفتح وبايزيد برأسية قوية الهدف الثالث وفرحة كبيرة فوق المدرجات. رد الزوار بقوة في الدقيقة 72، ركنية والمدافع بوتمينا بتسديدة قوية يقلص النتيجة وسط احتجاجات كبيرة من لاعبي الاتحاد. بقي أطوار اللقاء لم تأتي بالجديد، وصور رائعة صنعها أنصار الاتحاد فوق المدرجات في أجواء احتفالية لتنتهي المباراة بفوز مستحق تمكن فيه الاتحاد من استرجاع الريادة وبفارق نقطتين عن المنافس برج منايل. مباراة عصاب، مباراة ما كانت سهلة تكتيكمون، دوز ايكيب كانوا ملاح نقول مالغري ما شفناش فوليم دو جو كبير مثل واحد، لكن سير بلون تكتيك معناتها دوز ايكيب عرفوا كيفاش يجيروا، سيرتو ليكيب نتاعنا نحن سيرتو في الدوزيام يطو عرفنا كيفاش يجيروا ونحافظوا اهم حاجة على الترو بوان، وهذه اهم حاجة بالنسبة لنا. أول حاجة نشكر الأنصار هذو اللي راهم من 10 تاع الصباح باعوهم الصيام هما في المدرجات، الحمد لله اليوم في كينا واش قالنا المدرب وين كنا كيما يقول كيد واحدة في التيرا. مقابلة كنا نعرفوها بلي تكون مباراة صعيبة. فريقين في اثنين داروا مشوار تاع بطل ويسحقوا المرتبه اللي راهم يحتلوها لي دو زيكيب. كنا نتمنوا اليوم وكان الحاكم الاداء نتاعو كان في المستوى يكون المقابله يكون مستواها اكثر واكثر.
وفي مواجهة أخرى عن ذات المجموعة، حسم أمل العين مليلة مواجهة الديربي مع جاره اتحاد الشوية لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبات يملك نفس الرصيد من النقاط. التقرير لياسين بوخنف. لم يجد فريق أمل العين مليلة صعوبة كبيرة في الفوز على الجار اتحاد الشوية. أصحاب الأرض دخلوا مباشرة في صلب الموضوع. بوسيف في هذا الهجوم يستفيد من ركلة جزاء بعد لمسة يد في منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية. مفتاح يتولى التنفيذ لكنه يخفق في فتح مجال التهديف. رد فعل اتحاد الشوية جاء في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب إلهوم نزيه، والحارس باركي ببراعة ينقذ مرماه. ثم محاولة ثانية للزوار عن طريق بوغاشيش، لكن الحارس يخرج الكرة. نلعب الدقيقة 24، عمل هجومي لأصحاب الأرض يحوله اللاعب بولعويدات لهدف السبق لمصلحة أمل عين مليلة. وفي الوقت بدل الضائع العجال يتمكن من إضافة الهدف الثاني. ينتهي الشوط الأول على نتيجة هدفين دون مقابل. ومع بداية المرحلة الثانية تمكن اللاعب بوسيف من تعميق الفارق بهدف ثالث، وحدث ذلك في الدقيقة 59. فريق اتحاد الشوية تمكن من تقليص الفارق في اللحظات الأخيرة من المباراة، فبعد تسديدة بلقاضي اللاعب جلاتي يضع الكرة في شباك باركي خيري حارس أمل عين مليلة، ليعلن بعدها الحكم نهاية المباراة على نتيجة 3-2 لمصلحة أمل عين مليلة. ضمن ذات المجموعة ضمن اتحاد ورقلة بقائه في بطولة القسم الثاني هواة إثر فوزه على مولودية قسنطينة بهدف دون رد ووصوله إلى النقطة 35. يقول عيسى التومي. الجولة 25 من بطولة القسم الوطني الثاني هواة وسط شرق جمعت اتحاد ورقلة بضيفه مولودية قسنطينة. مجريات الشوط الأول كانت فيه السيطرة من طرف الفريق الضيف مولودية قسنطينة المهدد بالسقوط من حظيرة القسم الوطني الثاني هواة أمام مضيفه اتحاد ورقلة الباحث عن تعزيز حظوظه في البقاء، رغم هذه المخالفة في الدقيقة 8 للاتحاد من طرف اللاعب دردوري جانبة العارضة. سيطرة مولودية قسنطينة استمرت ونجال يضيع فرصة محققة وجها لوجه في الدقيقة 13 مع تألق الحارس يونس. غياب النجاعة الهجومية لازم الموك، وهذه القذفة القوية من طرف نجال مرة أخرى اصطدمت كرته بالعارضة. ورغم الفرص القليلة في تهديد شباك الخصم إلا أن اتحاد ورقلة افتك ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول ترجمها إلى هدف اللاعب دردوري. نفس السيناريو طبع مجريات الشوط الثاني، فريق يهاجم وآخر يدافع مع سيطرة واضحة لوسط الميدان لمولودية قسنطينة، وهذه القذفة القوية من طرف اللاعب المتألق هدف والعارضة كانت بالمرصاد للمرة الثانية على التوالي. وأمام عجز مولودية قسنطينة عن تعديل النتيجة عرفت الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني استفاقة للفريق المستضيف اتحاد ورقلة، وهذه الفرصة الضائعة لتعميق الفارق لتنتهي المقابلة بفوز اتحاد ورقلة وثلاث نقاط ثمينة أمام مولودية قسنطينة الذي تتعقد مأموريته في البقاء. الحمد لله على ثلاث نقاط، وين كنت سرحت من قبل انايا قلت انا نضمن البقاء في الملعب تاعي وين لي 3 بوين ولا بد يقعدوا هنا في الملعب تاعنا. الحمد لله المقابله كانت صعيبه في حد ذاتها نظرا للظروف المناخيه اللي احنا عندنا في الصحراء والصيام ونلعبوا على ساعتين ونص. والله انا بعد نقول حرام في حق اللاعبين اللي راهم يبذلوا مجهود كبير في هذه المنطقه في الصحراء وبدرجه الحراره والصيام وكل شيء. معليش احنا المهم احنا اللي يهمنا في المقابله بله هو ثلاث نقاط. اليوم مقابل ما كانتش سهله كونتر خصم اللي جا ثاني يلعب بالبقاء، ويمكن لازم علينا نجيبوا هذا ثلاث نقاط. احنا اليوم كان لازم علينا نجيبوا ثلاث نقاط مهما كان الحال، وشتو الظروف اللي كانت سخانه وكمال كما كاع اللاعبين مشكورين على المجهودات اللي قاموا بها. سيطره بالطول وبالعرض. الشوط الاول كنا قاعدين نخرج ب 3-0 اضعف الايمان.
اللاعبين يعطيهم الصحه مشكورين على المجهودات تاعهم. كانت خصنا شويه لمسه الاخرى، شويه تاع تجربه تاع بعض اللاعبين جدد صغار، يعني اول مقابله تاعهم جاتهم فرص للتسجيل ما عرفوش كيف يجسدوها. عندكم دقيقة تيليشارجيو الفيشي فيه 2000 ورقة. صايا شيخ خاصنا كاع الفورفي هكذا. لا ما يخلص ليش؟ تحت عليه كونيكسيون نسمع. احكي نسمع ايه؟ تحبوا نحكي لكم؟ تهوى في السماء تكونكتي بزاف وتهدر شوية أوكي مع سامانيت راح تهبل في الانترنت تستفاد 90 جيجا انترنت و 400 دولار مكالمات نحو كل شبكات الكل صالح 30 يوم. موبيليس معا نصنع المستقبل. خليك نحكي لكم. هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس معا نصنع المستقبل. مرحبا بكم من جديد، ما زلتم في متابعة نشرة أخبار الرياضة من تلفزيون الجزائر. وضمن مباريات الرابطة المحترفة أو القسم الثاني هوات، فاز حمراء عنابة بهدفين نظيفين على شباب باتنا، ما جعله يقترب من ترسيم بقائه في القسم الثاني. عبد الملك زنيدية. شوط المباراة الأول في لقاء حمراء عنابة ضد شباب أوراس باتنا عرف سيطرة مطلقة للمحليين في الاستحواذ على الكرة وخلق الفرص التهديفية التي ضاعت بسبب التسرع من جهة وتصدي الحارس بولطي في بعض الكرات من جهة أخرى، فانتهى هذا الشوط من دون أهداف. في الشوط الثاني تواصلت سيطرة المحليين عن طريق التحركات السريعة للمهاجم جلطي في أكثر من مناسبة ترجمتها إحداها في حصوله على ركلة جزاء في الدقيقة 57، سددها بنجاح وافتتح باب التسجيل. 10 دقائق بعد ذلك البديل مراح يضيف الهدف الثاني الذي باغت المصور، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لحمراء عنابة بهدفين دون رد وابتعاد مؤقت من مرتبة الفرق المهددة بالسقوط. نشكرهم على المستوى اللي قدموه، عندنا حوالي 11 لاعب من ليزيسبوار اللي عندهم مستوى ويستاهلوا تكون عندهم مكانه ان شاء الله في الاون سينيور ان شاء الله. كنا اكثر فعاليه ومركين الهدف الاول عن طريق ضربه جزاء والهدف الثاني الحمد لله نتمنوا هذا الفوز هذا اللي حيضمن لنا ان شاء الله يعبد لنا ان شاء الله طريق نحو البقاء. كما عزز فريق شبيبة بجاية حظوظه في البقاء ضمن القسم الثاني بتحقيق الفوز الثاني على التوالي، وكان هذه المرة على حساب ضيفه اتحاد عنابة بهدفين دون مقابل. التفاصيل مع عبد القادر طاسين. شبيبة بجاية دخل اللقاء ضد ضيفه اتحاد عنابة والتعثر كان ممنوعا عليه من أجل إنعاش حظوظه في البقاء، ففي الدقيقة الأولى مباشرة الشبيبة من دون مقدمات دخلت في صوب الموضوع مباشرة، سعيد يوزع زعم والد بروعة يفتتح مجال التهديف لأبناء ماغورايا. الشبيبة أرادت إضافة أهداف أخرى، شوشي يوزع، بومزيان لم يحسن التعامل أمام المرمى، الفرص تتوالى وشبيبة بجاية يواصل السيطرة، كرة شحاتي جانبت القائم هنا. الدقيقة 14 زعموم وليد يتواغى ليوزع كرته وجدت زميله كفنمر ممضيا الإصابة الثانية في اللقاء. اتحاد عنابة لم يكن خطيرا ومعظم كرته كانت عشوائية أبعدها الحارس ميكراش، وهذه المخالفة علت الإطار لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض بهدفين لصفر.
الشوط الثاني اتحاد عنابة أراد الرجوع في اللقاء، لكن معظم فرصه كانت سهلة بالنسبة للحارس ميكراش وزملائه. الدقيقة 58 سعيدون جرب حظه هنا، كرته لم تمر بعيدة. بعدها كافنمر كاد أن يضيف الهدف الثالث لولا تألق حارس زوار. الشبيبة سيرت الدقائق الأخيرة من اللقاء وكادت أن تعمق الفارق عن طريق كافنمر دائما لولا القائم الذي ناب عن الحارس في آخر كرة في اللقاء الذي انتهى بفوز مستحق للشبيبة بهدفين لصفر، مبقيا بذلك حظوظ البقاء قائمة. حكم يعني لا فيكتوار هذه يعني جات صعيبه باسكو لعبنا على الزوج حين سخانه في رمضان. الحمد لله ليكيب يعني كانت بيان كونسونطري هي على بالنا واش رانا نستنى فينا، والحمد لله يعني لي تروبان يخليونا نعيشوا حتى ديرني ماتش يعني باش نحكموا المنتيه تاعنا. سرت شحال لو جو كنت لعب ماتش في الوقت تاع الزوج ونص والتاج صايم يكون ياثر على المردود تاع اللاعبين. نقول لك دخلنا المباراه هذه، دخلنا المباراه احنا كنا نقولوا لوبجيكتيف تاعنا درناه صافي كاتا سان ماتش ونسيرينا لو مانتيان اللي كنا لوبجيكتيف تاعنا. الفريق تاع جي اس ام بي وين عندهم كان عندهم لازم عليهم يربحوا ودخلوا بلو فولونتي علينا. نقول لك احنا مالوريزمون اون ا بيردو. وفي بقية مباريات مجموعة وسط شرق تجاوز نجم بن عكنون ضيفه اتحاد بلعباس بسداسية نظيفة مرتقيا إلى الرتبة الثالثة. وليد غريبي حضر المباراة ولخصها في هذا التقرير. منتشيا بفوزه الأخير خارج الديار بثلاثية في بوفاريك، استقبل نجم بن عكنون صاحب المركز ما قبل الأخير اتحاد بلعباس بنية الفوز لتعزيز الحظوظ في ضمان البقاء. مباراة دخلها المحليون دون مقدمات، وما هي إلا سبع دقائق مكلوش يتلقى الكرة، يراوغ، يتوغل ويسدد مفتتحا مجال التهديف. رد زوار كان بعد دقيقتين بهذه الانطلاقة من بندورة الذي يقدم كرة على طبق لودري، لكن الحارس عبدوني كان أسرع. سيطرة النجم تواصلت وأثمرت في الدقيقة 36 بكرة سيلم لمكلوش يضيف بها الهدف الثاني له ولفريقه. ثلاث دقائق بعد ذلك ركنية للنجم بين مكلوش وبن رابح، هذا الأخير يوزع والقائد أونالي برأسية يوقع الهدف الثالث. رد فعل الاتحاد كان محتشما باستثناء هذه المحاولة من بندورة الذي يتوغل ويسدد وكرته بين أحضان عبدوني، لينتهي الشوط الأول بتقدم نجم بن عكنون بثلاثة أهداف دون رد. في الشوط الثاني انخفض نسق اللعب مع أفضلية لأصحاب الأرض تجسدت في الدقيقة 62 بمخالفة سيلم وأونالي برأسية يسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه. هدف كرس سيطرة نجم بن عكنون الذي أضاف الهدف الخامس في الدقيقة 79 عن طريق البديل بو عبد الله إثر عمل ثنائي مع عطفان. نفس اللاعب بو عبد الله كاد أن يضيف الهدف السادس بعد ثلاث دقائق بعد انفراده وجها لوجه مع الحارس معاشو. ليختتم شاشوة مهرجان الأهداف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بهذه التسديدة التي سكنت شباك معاشو. ثلاثية في كل شوط، ستة أهداف دون رد انتهت عليها المباراة، يقفز بها نجم بن عكنون إلى المركز الرابع فيما تتعقد وضعية اتحاد بلعباس في أسفل الترتيب. الحمد لله يا ربي اللي وفقنا باش نجيبوا هاد لي 3 بوان اللي وصلنا بهم، ضمننا نقدروا نقولوا بالنسبة 100% ضمننا البقاء الحمد لله 38 بوان. الضيف تاعنا اليوم كان يلعب لي زيسبوار، هذا ما منعناش حنايا باش نديروا ان بون ريزولطا. نتمنوا لهم حظ اوفر، راهم يعانيوا ان شاء الله يتوفقوا في البقاء ان شاء الله. حنايا الحمد لله يا ربي نتمنى الجمهور تاعنا يكون راضي علينا برك. بون الحمد لله يا ربي، هذا كاع كان بالمجهودات تاع اللاعبين وستاف تكنيك الحمد لله. هضرنا بيناتنا تفاهمنا قلنا بلي لازم نديروا اللي علينا
مالقدي شفت سخانه وصايمين والجهد الحمد لله واحد ما بخل بالمجهود ديالو حطينا قال لي عندنا باش نجيبوا هذا الفوز باش نكملوا لي 5 جورني اللي بقاو لنا باريحيه ونلعبوا اليز ونصيروا لوبجيكتيف تاعنا المانتيا بلوتو بوسيبل باش نكملوا الشامبيونا باليز كاع بلا ما نتبلا تقلق سون بريس. حنا ديجا تنقلنا في اخر لحظه، حنا التنقل تاعنا ما كانش غادي يتنقلوا كاع، جينا في اخر لحظه درنا وقفه رجوليه على خاطر ليكيب باش ما تزيدش طيح كاع، درنا وقفه رجوليه قلعنا من الاخر من بلعب بس على الوحده ونص تاع الليل، وصلنا هنا الخمسه تاع الصباح كاين اللي ما رقدوش، ما كانش اللي راه واقف مع ليكيب هنا، ما كانش ابار جواره، ما كانش ابار جواره، ما كانش، هذا هو سبب الهزيمه تاعنا. وإلى المركز الخامس صعد فريق شبيبة تيار إثر فوزه بثلاثة أهداف نظيفة على ضيفه اتحاد حجوط، ووقع أهداف شبيبة تيار حرازي عند الدقيقة 11 ثم عزاوي في الدقيقتين 77 و90 ليرفع بذلك أبناء تهرت رصيدهم إلى النقطة 37، بينما تجمد رصيد أبناء حجوط في النقطة 32. قادرين يعني نقتلوا المباراه في الشوط الاول، وين نظن خلقنا على الاقل 4 أو 5 فرص حقيقيه ضيعناها، ولكن ونتيجه هدف ليس يعني تبقى دائما نتيجه اللي تخوف، ولكن الحمد لله نظن في الربع ساعه الاخير عرفنا كيفاش يعني نسجلوا الهدف الثاني والهدف الثالث اللي خلانا يعني نكملوا المباراه بارتياح. نشكر الاصدقاء تاعي اللي كانوا بيا كونسونطري حتى الى 90 دقيقه، والحمد لله يا ربي وين ما كنت انا فاني بيا كونسونطري وين ما دخلت سجلت هدفين، والحمد لله يا ربي وين حققنا 3 نقاط وان شاء الله بربي نبريبور الماتش. بدوره انعش فريق جمعيه وهران حظوظه في البقاء بفضل الفوز الذي عاد به من ميدان مستضيفه مولوديه سعيده بهدف دون مقابل. نعم، إذن الملخص قد يكون لاحقا. وفي تحضيرات الألعاب المتوسطية وهران 2022 بات المجمع المائي الجديد جاهزا لاحتضان المنافسات بعدما تم تهيئته وفق المعايير العالمية. سيف الدين بنزردة معه التفاصيل. هي آخر صور القاعة متعددة الرياضات والمركز المائي بالمركب الأولمبي بوهران قبل استلامهما نهائيا. هنا تبرز بصمات العالمية جليا لتجذب أنظار المتوسط. كنا مصممين جميعا على أن ينتهي هذا المشروع هذا وأن يدخل حيز الخدمة في أقرب الآجال. 25 شركة وطنية ساهمت في هذا الصرح الرياضي الضخم الذي تم إنجازه، أقول يعني في ظرف زمني ضيق وضيق جدا، وما أفلج صدورنا هو كذلك نوعية الإشغال، فإننا نرى أجمل يعني قاعة رياضة. نحن كما قلنا وتعليمات السيد رئيس الجمهورية ما لا يوجب علينا أن لا نعمل حاليا من أجل يعني احتضان الألعاب، بل نعمل من أجل أن تكون يعني الصبغة أو الصيغة 19 هي أجمل صيغة يعني في تاريخ ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وبالانتهاء من إنجاز هاتين المنشآتين صارت البنية التحتية الرياضية لوهران على أتم الاستعداد لاستقبال الحدث المتوسطي. إلى كرة السلة الآن مشاهدينا، حيث حافظ فريق مولودية الجزائر على صدارته لترتيب المجموعة الأولى من بطولة القسم الممتاز إثر تفوقه على منافسه المباشر نادي الصطاولي بنتيجة 77 نقطة أقول مقابل 69 في قمة الجولة الخامسة. توفيق دربال حضر المباراة ولخصها في هذا التقرير. كانت من أجل صدارة المجموعة مباراة الصطاولية المولودية حضرها جمهور غفير، خاصة بعد عودة اسم مولودية الجزائر إلى القاعة الرياضية، فكان الحماس زائدا عن اللزوم. اللاعب فيضالة من جانب نادي الصطاولي كان من أحسن اللاعبين وسجل أكبر غلة من السلات بمجموع 26 نقطة كاملة.
نتيجة الربع الأول أنهاها فريق المولودية لصالحه بواقع 14 نقطة لعشرة. شوط أول لم يرقى إلى المستوى المطلوب والذي انتهى بفارق 5 نقاط فقط، 33 نقطة ل28، ولصالح مولودية الجزائر بفضل حمديني وتواتي ودقيش. الجمهور لازم يتحلى بالروح رياضية الفريقين يعني الطوالي والمولودية، وحنا نفرحان اليوم شفنا عودة الجماهير إلى المدرجات وين فكرتنا فيها من زمان كنا نجيو نلعبوا هنا في الطوالي. الحماس الكبير انقلب إلى الضد، فغابت الروح الرياضية بالمدرجات التي أمطرت أرضية القاعة بالمخضوفات وإشعال الألعاب النارية التي تؤثر على أداء اللاعبين، فكان التوقف عن اللعب لعدة مرات في ليلة رمضانية امتدت إلى صبيحة اليوم الموالي، فاختلفت الآراء حول أداء وردة فعل الجمهور. ما ننسوش باللي اللاعب يكون في المباراه ويكون مسخون باش يلعب، عندما تنقطع المباراه صعب الشيء باش يعاود يدخل في المباراه، وحنا عرفنا كيفاش نسيروا هذه الانقطاعين، ولكن ان شاء الله ما يكونوش هذه الاعمال هذوما الشغب، ما نسميهمش اعمال شغب لان الجمهور يحب يساند الفريق تاعو ويحب يفوز الفريق تاعو، ولكن كاين بعض الجماهير ماهوش كل الجماهير، بعض الجماهير ما عرفوش كيفاش يتمسكوا في الزمام تاعهم، ولكن كما نقولوا غروسو مودو المباراه جرات في روح رياضيه شيء مؤسف والله. هذه غير رياضه ونتمنى انه يحبسوا هذا الشيء كامل، لانه غير رياضه، احنا ما كلاعبين نجيو نلعبوا الميتي تاعنا هذا هو، نتمنى انه يحبسوا الشغب هذا. الفريقان غالبا ما افترقا على نفس الفارق عند نهاية أي ربع، والمولودية دائما متقدمة رغم محاولات رفقاء فيضل وغريب، وانتهى الربع الثالث للمولودية ب49 نقطة ل44، وكانت النتيجة النهائية 75 ل69 نقطة، فوز سمح للمولودية باعتلاء صدارة المجموعة في انتظار باقي المشوار في دورة اللقب. إلى كرة اليد الآن، حيث حافظ أولمبيك عنابة على مرتبته الثانية للمجموعة الأولى إثر عودته بفوز ثمين من ميدان مضيفه مرضية طهران بنتيجة 26-25. سيف الدين بن زردة. باحثا عن التأهل إلى مرحلة البلاي أوف لبطولة القسم الوطني الممتاز، حل أولمبيك عنابة ضيفا على فريق مولودية طهران ثالث ترتيب المجموعة ألف. مواجهة تميزت بدايتها بالتكافؤ بين الطرفين مع أفضلية طفيفة للمحليين الذين نجحوا في إنهاء المرحلة الأولى لصالحهم وبفارق إصابتين. في المرحلة الثانية اشتد التنافس أكثر بين الفريقين مع عودة قوية للضيوف الذين استغلوا تراجع لاعبي المولودية بدنيا وتمكنوا من أخذ الأسبقية والمحافظة عليها إلى غاية نهاية اللقاء، ليتأهل العنابيون إلى مرحلة دورة اللقب رفقة شبيبة سكيكدا عن هذه المجموعة، في حين ستلعب مولودية طهران دورة البقاء. في ذات الجولة والحساب نفس المجموعة ارتقى نادي بيرمور أدرايس إلى المرتبة الثالثة لترتيب المجموعة الأولى بفوزه على مضيفه شباب بوتليلات بنتيجة 34-36. مشاهدينا بهذا نختم أخبارنا الرياضية، شكرا جزيلا لكم على المتابعة، تقبلوا تحية الفريق التقني وهيئة التحرير برئاسة محمد طوزالين، شكرا لكم، صحة فطوركم والسلام عليكم.